ناس كتير بتسأل ان هم مش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة، وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه، وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب. وما تنساش ان انت دعمنا بلايك، ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا ريت تشترك في القناه. اول ليسون عندنا في الالجبرا كان بيتكلم عن حاجه اسمها الكارتيزيان برودكت، وكان جايب لك في الاول كده الاوردر دبير ال A وال B equals negative 5 and 9. الاوردر دبير احنا عندنا الفيرست ده، الفيرست نمبر ده، ده اسمه الفيرست بروجكشن، وده اسمه السكند بروجكشن، برضه ده اسمه فيرست بروجكشن، وده برضو اسمه second projection، وده بتاع الـ x-ax وده بتاع الـ y-ax، وده بتاع الـ x-ax وده بتاع الـ y-ax، واحنا بنسميه x coordinate او الـ y coordinate. فجي قال لك ان عندي الـ value of الـ a and الـ b. كل اللي انت هتعمله انك هتعمل equals الـ first projection مع الـ first projection. الـ a هتكون equals negative 5 والـ second projection مع الـ second projection اللي هو الـ b هتكون equals الـ a الـ 9. يبقى a equals negative 5 والـ b equals الـ a الـ 9. هنا برضو نفس الكلام، وعلشان برضو الناس اللي بتتلخبط ما بتعرفش فين الفيرست بروجكشن والسكند بروجكشن، انت بتيجي عند القوام بتعمل كات كده اهوت، لو انت بس ايه عشان لو اجيب لك اكسبريشن وحاجات من دي. وبرضو الاي ماينس 2 هسواها مين بال2، اي ماينس 2 ايكوالز الاي 2، وهنا برضو بي بلس ال1 هسواها بالاي بنيجاتيف 3، بي بلس ال1 هتكون ايكوالز الاي نيجاتيف 3. وبعد كده هنودي النمبر ده هنحل الايكويشنز بقى، يبقى الاي ايكوالز 2 بلس 2، يبقى الاي هنا هتكون ايكوالز الاي 4. وهنا برضو نفس الكلام، هنودي ال1 للاذر سايد هتروح بالاي بالماينس، يبقى بي ايكوالز نيجاتيف 3 نيجاتيف 1، يعني البي هتكون ايكوالز الاي نيجاتيف 4. يبقى انت كده طلعت الفاليو اوف الاي اند الاي البي. طب هنا برضو عشان ناكد بقى المعلومه هنا هنعمل برضو كات هنا ونعمل كات هنا، 2 ماينس الاي هساوي بالاي بال6، يبقى 2 ماينس الاي ايكوالز 6، ونودي 2 دي الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى نيجاتيف a equals 6 minus 2، نيجاتيف a equals 4، هنودي النيجاتيف دي الناحيه الثانيه فال a هتكون equals a نيجاتيف 4. وهنا برضو نفس الكلام، في minus 3 هتكون equals a نيجاتيف 1، هنودي دي الناحيه الثانيه برضو الاذر سايد بالb equals نيجاتيف 1 بلس 3، يعني الb هتكون equals 3 minus 1 هتكون equals a 2. وبس كده. ندخل بقى على الكارتيزيان برودكت. لما يجيب لك ان الاكس 1 و 2 والواي هنا 3 و 4 و 5 وعايز الاكس برودكت الواي، انت بريزنت ات باي ان ارو دياجرام وجرافيكال دياجرام. فهنا هنعمل ايه؟ هنعمل بقى البرودكت، يبقى الاكس اقول له كده برودكت الواي في الامتحان هتعمل كده، يبقى الاكس اللي هي ال 1 و 2 ما تحلش على طول، ملتبلاي ما تكل اصلا بتحل على طول، اللي هي 3 وال 4 وال 5. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هناخد ال1 مع ال3 نفتح كده ست 1 و 3، وال1 مع ال4 يبقى ال1 مع ال3، ال1 مع ال4 وال1 مع ال5. الله اكبر الله اعظم. وبعد كده 2 مع 3 وال2 مع ال4 وال2 برضه مع مين؟ مع ال5. بس طب قال لك انا عايزها بالارو دياجرام، هتقول لي احنا عارفينها يا مستر. ماشي معلش، بس برضه ايه، انا ليا برضه بعض الديتيلز كده. ها يبقى هنا الاكس وهنا الواي، ونكتب الاليمنتس اللي هي ال1 وهنا 2، والواي هنا تكون 3 و4 و5، 3 4 5. وبنعمل بقى ايه؟ كونكت ما بينهم، بس خلي بالك لازم تكون بالارو سهم يعني ري كده. ال1 احنا قلنا ال1 مع 3، ال1 مع ال4، وال1 مع ال5، وال2 مع 3، وال2 مع ال4، وال2 مع ال5. عارف لو عملتهم لاين سيجمنت هتحسب لك غلط. طب الجرافيكال دياجرام اللي هو الكارتيزيان دياجرام، هتعمل برضو كده كده ري، وتعمل ري. اوعى بالله عليك تعمل الرسمه بايدك، بالله عليك انا بعمل بايدي عشان ننجز. الاكس هيكون فيها الاليمنتس 1 و2 وبعد كده 3 و4 و5 ال3، وهنا ال4 وهنا ال5. ونعمل كده بقى ايه بوينتس كده، ودي كده ودي كده ودي كده. طبعا بقى بيجي يقول لك هنا ليه 1 و3 1 و4 1 و5 بعد كده 2 3 2 4 و 2 5 وبس كده. السؤال ده هيجي لي في الامتحان والله يا ريت، حد ما حدش يكره الخير يعني. طب الاكس هنا بيقول لك فيها A و B،
انا عايز الاكس باور 2 ريبريزنتد باي ان ارو دياجرام. الاكس باور 2 هي عباره عن اكس برودكت الاكس اللي هي بيكون فيها ان الاي والبي ملتبلاي او برودكت برضو الاي والبي. الاي والبي برودكت الاي والبي برضو. تمام كده؟ تمام. وبعد كده هنجيب الاي مع الاي والاي مع البي. يبقى الاي مع الاي وكده الاي برضو مع مين؟ مع البي. وبرضو البي مع الاي والبي مع البي. ونقفل. تمام جدا. وبعد كده قال لك عايزها بقى بالارو دياجرام. هتقول لي يا مستر اعملها كده بالكولوم كذا كده يعني او بالبار؟ والله ممكن، مش هقول لك غلط، بس يعني يفضل يفضل انك تعملها بالايه؟ بال تعمل كده لما صار رسول الله سيت كده اللي هي الاكس وتحط فيها الاليمنتس اللي هي الاي والبي. يفضل كده هياخد الاي مع البي والبي مع الاي، وزي ما قلنا هناخد الاي مع الاي كده والبي مع الاي مع البي كده. طب هنا بقى بيقول لك كومبليت الاكس فيها الاليمنتس اهيت والواي فيها الاليمنتس اهيت. هو اللي انا عايز الاكس برودكت الواي. وخلي بالك قال لك هنا برودكت، ما قالش هنا، ما اتكلمش هنا عن النمبر اوف ذا اليمنتس، ما اتكلمش هنا عن النمبر اوف ذا اليمنتس. فهنعمل ايه؟ هنجيب ال1 مع ال4 وال2 مع ال4 وال3 مع ال4. يبقى انا اقول له هنا 1 مع ال4 2 وذ ال4 3 وذ ال4 بس كده. طب اللي هنا الاكس اهيت والواي اهيت، انا عايز الواي برودكت الاكس. انا عايز هنا الواي برودكت الاي الاكس. خلي بالك ان هو بدا بالواي، ما تبقاش انت حافظ مش فاهم. معلش ما تبقاش انت حافظ مش فاهم. ان في ناس يقول لك اه الاكس برودكت الواي ما اعرفش الفايف، قال لك واي برودكت الاكس لازم ابدا بالهنا. يبقى اقول له واي برودكت الاكس، اقول له هنا بقى ايه؟ هنبدا الاليمنتس بتاعت الواي اللي هي الاي، لازم تكتب كده ملتبلاي الاكس اللي هي الفايف والسكس. وبعد كده يبقى الاي مع الفايف والاي مع السكس بس كده. وبقفل كده. طب هنا بقول لك الاكس برودكت الفاي. اكس برودكت الفاي دايما فاي. يا مستر ايه يا ابني ايه بالراحه؟ الفاي ده يا مستر يعني ما فيش فيها اليمنتس. ماشي يعني زيرو. ما الزيرو ده في حد ذاته اصلا قيمه. الكلام ده لو جاب لك ان، تعرف لما يجيب لك هنا ان اقول له زيرو اه. بس الاكس برودكت الفاي فاي. 2 3 برودكت ال4 وال5. هنا بيقول لك 2 3 برودكت برضه ال4 برضه نفس الكلام، ال2 مع ال4 وال2 مع ال5 وال3 مع ال4 وال3 مع ال5 بقى وخلاص انت هتزحلقها انت بقى. جاب لنا وقال لي الاكس برودكت اللي هي عباره عن اصلا اكس برودكت الاكس. اه كذا وكذا وكذا. فانا عايز هنا الايه؟ الاكس. عايز الاليمنتس بتاعت الاكس. والله انت ممكن تمسك الفيرست بروجكشن بس. اهو ما هو اكس هنا 1 وهنا 2 وهنا 2. يبقى نفتح هنا ست ونكتب له هنا ال1 ونكتب له هنا ال2 بس. 1 واي و2 اكس برودكت الواي ايكوالز 2 5 3 و5 زين 3 و2. فا شوف ال3 دي فين موجوده الاول؟ بلونج لمين؟ ال3 ديت خلي بالك ان الاكس لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا 2 و3. يعني الاكس دي الاليمنتس بتاعتها تكون هنا ايه؟ 2 و3. طب والواي؟ اللي هي السكند بروجكشن اللي هو بس دي الفايف. يبقى الاوردر دي بيرد لما نجيب لما نيجي نجيب الاوردر دي بيرد 3 و 2 ده يكون موجود فين؟ تبع مين؟ هتقول لي ما اعرفش. هي 3 و 2 دي اصلا ال 2 اليمنتس دول موجودين فين؟ ال 3 موجوده في الاكس. طب وال 2 برضه موجوده في الاكس. يبقى دي عباره عن اكس برودكت الاكس اللي هي الاكس باور 2. دي عباره عن بلونج الاكس باور 2. شفت جت ازاي؟ يعني انت بتشوف الاوردر دي بيرد، عارف لو كان دي واي وهنا باكس يبقى دي بلونج واي برودكت الاكس. عارف لو كانت دي مثلا موجوده في الاكس ودي موجوده في الواي يبقى اكس برودكت الواي. بس احنا جينا شفنا نشوف الاليمنتس لنا، ال3 دي موجوده فين؟ في الاكس. وال2 دي موجوده فين؟ في الاكس. يبقى اكس برودكت الاكس. ممكن اما اعملها مستر كده اكس برودكت الاكس ممكن اور اكس باور 2. هنا 3 و برودكت 3 برودكت. في ناس كتير يقول لك 9. يا حبيب قلب ركز، ده برودكت. احنا بناخد درس اسمه كارتيزن برودكت مش درس التايم ستيبل. فده نعملها في اوردر دي بير 3 و 3 ولازم تحطها في 6. اه ان بقى يعني نمبر اوف ذا اليمنتس الاكس 3
والان اكس برضه تطلع بسر. السؤال ده يعني العيل في ابو تانية ابتدائي بيعرف يحله خلاص بقى. ان اكس انا ب 3 3 تايمز فات ايكوالز 12 هتكون 3 ملتبلاي 4 فالان واي هتكون ايكوالز الايه 4. طب هنا بيقول لك الان اكس باور 2 ايكوالز 4. طب انا عايز الان اكس يبقى باور 2 اقول له تيكنج سكوير روت من هنا ومن هنا. يا اما في واحد ممكن يجيبها بالمنتال كده بدماغه يعني مش لازم يعني تقلدني في كل حاجه شغل دماغك برضو يعني. واحد يقول له يا مستر طب صعبه ليه يعني 2 باي 2 ايكوالز 4 يبقى دي 2 لان اكس دي 2 يبقى الواي دي بكام 2 ملتبلاي 1 ايكوالز 8 هيكون 2 ملتبلاي 4 يبقى الان واي اللي ب 4 هو عايز الان واي باور 2 يعني 4 باور 2 هيكون ايكوال 16. اكس بيكون ايكوال 3 اند 4 الاكس بتكون ايكوالز ايه 3 اند 4 زين الان اكس برودكت الفاي. شوف هنا بقى ان وفاي زيرو على طول لان الفاي دي عباره عن ايه انبت ست ست فاضيه كده. طب النمبر اوف ذا اليمنتس مفيش فيها اليمنتس زيرو. واحد يقول يا مستر يعني هي موجوده جواها زيرو يعني حبيب قلبي لا ما انت لو حطيت زيرو جواها انت كده في حد ذاته كده قيمه انت حاطط لها فاليو حاطط لها اليمنتس. امال ايه هي مفيش هي عباره عن كرتونه فاضيه كده انبت ست فيها عدد الاليمنتس اللي فيها او نمبر اوف اتس اليمنتس مفيش زيرو. كان بقول لك هنا الاكس اللي هي الاكس لاب 2 ملتبلاي زيرو زيرو. طيب السؤال ده الاكس ايات والواي والزد انا عايز الاكس برودكت الواي خلاص بقى احنا عرفنا هنجيب ال2 مع ال4 وال2 مع الزيرو وبعد كده نيجاتيف 1 مع ال4 ونيجاتيف 1 مع الايه مع الزيرو صح ولا لا؟ يا رب تكون انت فاهم بقى عشان ايه اديك المنهج كله. الواي برودكت الزد الواي برودكت الزد هتكتب الواي الاول اللي هي كده اهوت 4 وزيرو برودكت الزد اللي هي 4 و5 ونيجاتيف 2 لازم تكتب كده. معلش هنتعب ايدك شويه. واي برودكت الزد دي ودي يبقى ناخد ال4 مع ال4 4 مع ال5 4 مع نيجاتيف 2 وزيرو مع ال4 وزيرو مع ال5 وزيرو مع نيجاتيف 2. طيب يجي يقول لك تاني اهوت انا عايز الاكس باور 2. لما نيجي تكتبها اكس باور 2 عباره عن اكس برودكت الاكس الاكس اللي فيها الاليمنتس بتاعتها هتكون هنا 2 اند نيجاتيف 1 برودكت الاكس الثانيه برضو 2 اند نيجاتيف 1. امس انا بعرف احلها من غير ما اعمل الحوارات دي يا ابني لازم تكتب يا حبيب قلبي احنا واثقين فيك وكاله ناسا هتنزل لك الطياره فوق السطح البيت بتاعكم بس لازم تكتب الكلام ده. و2 مع 2 و2 مع نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 والسو نيجاتيف 1 مع ايه؟ مع نيجاتيف 1. تكتبهم هنا. ان هنا بقى يبقى نمبر اوف ذا اليمنتس. ان اكس هنا في كام اليمنتس؟ 1 و 2 ملتبلاي الزد دولت هيطلع بكام؟ 1 2 3 2 ملتبلاي 3 ايكوالز 6. طب ان واي باور 2 الواي هنا اللي فيها هنا 2 2 اليمنتس يبقى 2 باور 2 هيكون ايكوالز 4. في ناس بقى هم الناس اللي هم الشاطره بقى يعني الناس يعني اللي بيسموها الدحيح يعني مثلا مساله زي دي يقول لك ان ايه سينس ان الواي اليمنتس في الواي ايكوالز 4 و 0 زين ان واي هتكون ايكوالز 2 زين ان واي باور 2 2 باور 2 ايكوالز ايه 4. عارف انت بتاع الست اللي بتنتع على الارقام بتاعه البنك الاهلي عميل الرقم شوف دي برضه نفس الكلام. ايوه في ناس بتفرق معاها الدرجه. ان زد باور 2 هنا برضه نفس الكلام. هيكون 3 باور 2 ايكوالز الاي 9. تمام؟ اكس برودكت واي انترسكت الزد. الانترسكشن يعني بنطلع الكومن اليمنتس يعني الاكس بتتكتب زي ما هي 2 نيجاتيف 1. برودكت واي انترسكت الزد. هذا الواي وده الزد. يجي يقول لك انا عايزين نطلع الكومن اليمنتس انترسكشن الكومن اليمنتس اللي هي تكون هنا مين ال4 بس ونطلع بقى الايه الكارتيزيان برودكت ال2 مع ال4 والنيجاتيف 1 مع ال4. طيب اكس ديفرنس الواي يعني الاليمنت الموجوده في الاكس اللي مش موجوده في الواي. ايه اللي موجود في الاكس اللي مش موجود في الواي؟ فين فين اهو ايه اللي موجود في الاكس مش موجود في الواي؟ هو ذات نفسه اصلا الاليمنتس بتاعتها كلها 2 نيجاتيف 1 يعني 2 نيجاتيف 1 مش موجودين في الواي. برودكت الزد الزد اللي هي ال4 وال5 ونيجاتيف 2 وبتعمل بقى الكارتيزن برودكت ناخد ال2 مع ال4 وال2 مع ال5 وال2 مع نيجاتيف 2
نيجاتيف 1 مع الفور ونيجاتيف 1 مع الفايف ونيجاتيف 1 مع ايه مع نيجاتيف 2 وبس. بيقول لك هنا if the point x و 2 lies on the y axis lies on the y axis يبقى x كوردينيت بزيرو على طول كده يبقى الكوردينيتس الاكس اكس كوردينيت على طول ايكوال زيرو. يا مستر لا انت قصدك تقول ان الواي كورد لا on y axis يبقى الاكس كوردينيت العكس يعني بالانفرس زيرو. طب هنا لما يجي يقول لك if the point located on x axis يبقى الواي كوردينيتس بزيرو لا دوت ده هسويه بالزيرو b minus 7 دي هسويه بالزيرو هنودي دي الناحيه الثانيه فال b هتكون ايكوالز ل a 7. طب بيقول لك هنا if the point negative 4y lies on the x axis يبقى الواي كوردينيتس بزيرو دي بزيرو زيرو ولا انا عايز الفاليو بتاعت الاكسبريشن 2 multiply الواي ماينس ال1 يبقى 2 باي 0 بزيرو 0 ماينس ال1 هيكون نيجاتيف 1 هي المفروض نيجاتيف هنا. If the point x minus 4 to minus x where the x belong in integers is located on the third quadrant. فاكر third quadrant هنكون عندنا هنا الفيرست كواد والسكند كواد والثيرد كواد والفورث كواد. طبعا دول عليهم شغل كتير جدا في اولى ثانوي شغل قوي كتير قوي. فالفيرست كواد بيكون عندي هنا فيها الساين بتكون بوزيتيف وبوزيتيف وفي الثيرد نيجاتيف ونيجاتيف. نيجاتيف دي يعني ليس ذان زيرو الفاليو بتاعتها بيكون ليس ذان زيرو. طب في السكند نيجاتيف اند بوزيتيف. طب في الفورث بوزيتيف اند نيجاتيف لازم تحفظهم. فبيقول لك هنا ان ذا ثيرد كواد يعني ده نيجاتيف وده نيجاتيف. ده بيكون نيجاتيف وده بيكون هنا ايه نيجاتيف. تعال بقى نعمل ايه تيست كده من كل النمبرز هنحط مكان اكس هنا 2 وهنا برضه 2 2 ماينس 2 بزيرو ما تنفعش. يبقى 2 دي مش هتنفع لا. طب نحط 3 هنا 3 وهنا 3 3 ماينس 4 نيجاتيف 1 2 ماينس 3 برضه نيجاتيف 1 يبقى هي دي اللي هتنفع. ما هو لازم يطلع لي هنا الاوردر ده بيطلعوا لي بالنيجاتيف هنا وبالنيجاتيف هنا. ادخل على الليسن اللي بعديه ليسن 3 او ليسن 2 بيقول لك if f is a function from the set x to the set y الاكس دي هتكون is called. عارف انت هنا الارو دياجرام كنا بنرسم الاكس هنا والواي هنا الاليمنتس اللي ديت كان اسمها دومين والاليمنتس بتاعت الواد دي اسمها كودومين. طب لما يكون عندي مثلا في الاكس هنا بيكون 2 3 و 4 وهنا 1 2 5 7 8 وبعمل هنا مثلا اوصل ال 3 مع 2 وال 3 مع ال 4 وال 2 مع ال 7 بس ما دام هنا من كل elements من الاكس بيكون عنده 1 ارو ففي الحاله ديت اسميها function وبشوف الارو داخل هنا على مين؟ ال 2 وال 5 وال 7 يبقى اعرف دولت ان ال 2 وال 5 وال 7 دولت دول اسمهم set of the images of the x set of image of x يا اما اسمها range الاثنين مع بعض وهيجوا لنا دلوقتي. بيقول لك الاف از ا فانكشن فروم الاكس تو واي معنى كلمه از ا فانكشن يعني كل اليمنتس من الاكس ليها ايمج في الواي. الاكس دي از كولد اللي هي الاولى دي هتسمى ايه؟ دومين طبعا اوف ذا فانكشن. طب الاف از ا فانكشن فروم الاكس تو واي الواي دي هتسمى ايه؟ كودومين اوف ذا فانكشن. الكودومين اوف ذا فانكشن تمام. بيقول لك الاكس فيها الاليمنتس اللي هي الاكس والواي اهيت والار از ا ريليشن فروم الاكس تو واي والريليشن انه بيكون ايكوالز ليه ايكوالز الهاف البي. السؤال ده جه النهارده لمحافظه المنوفيه فور اتش اي بلونج الاكس. السؤال دوت رايت ذا سيت اوف ذا ريليشن انا عايز السيت بتاعت الريليشن الاي ايكوالز الهاف البي يعني نجيب النمبر من هنا والدبل بتاعه من الناحيه الثانيه يبقى هنجيب مين مع مين؟ هنجيب 3 مع 6 وال 4 مع 8 وال5 مع ال10 بس. بقول لك رايت ذا سيت اوف ذا ريليشن كتبناه شو ذات ريليشن از ا فانكشن هل يا ترى تكون فانكشن؟ المفروض كل اليمنتس من الاكس تكون هنا ايه؟ عندها 1 ايمج قالوا يس قالوا ذا ريليشن از ا فانكشن. هو ما قالش واي بس لو عايز تقول انت ولو حتى كتبتها غلط هو مش هيحاسبك عليه. عايز تقول because h element of x has one image in y. انا عايز الرينج. الرينج اللي هو السكند بروجيكشن اللي هو دوت ده وده وده. الرينج اللي هو الواي ده
الرينج السكند بروجكشن هو 6 وال8 وال8 وال10. طب هنا بيقول لك الاكس اهيت والواي اهيت والار از ريليشن فروم الاكس تو واي وير ان الاي ايكوالز دبل البي. الاي ايكوالز دبل فور ايتش الاي بلونج الاكس والبي بلونج الواي. رايت الريليشن اند ريبريزنت ات باي ان ارو دياجرام. برضه اهوت الاي ايكوالز دبل البي يعني ال4 دبل مين ال2. اكتب له كده اقول له ريليشن ال4 وذ 2 ال8 ال6 مع 3 وال8 مع ال4 وال10 مع مين؟ ال10 هنا مع ال5. رايت الريليشن كتبتها يا معلم. طب عايزك تعملها بالارو دياجرام، تعمل اكس كده وتعمل واي كده يا معلم، تحط الاكس وتحط الواي وتحط الالمنتس بتاعتك. الاكس 4 6 8 10 والواي هنا 2 3 4 5. وبتعمل بقى زي ما قلت لك، هتعمل كونكت ما بينهم كده. قلنا ال4 مع ال2 وال6 مع 3 وال8 مع الـ A مع ال4 وال10 مع مين؟ مع ال5. طب يجي يقول لك هنا ان احنا عايزين بقى ريليشن المره دي بقى بتكون ايه؟ الـ A is a factor of الـ B. يعني ايه factor of الـ B؟ يعني موجود في التايم ستيبل. موجود في التايم ستيبل ازاي يعني يا مستر؟ ال2 موجوده في تايم ستيبل مين؟ ال6 وال8 وال10 وبس. يا مستر احنا مش بنجيب واحده بس، لا يا حبيب قلبي. على حسب الرول اللي هو جايبها لي، مفيش حاجه اسمها بجيب حاجه واحده بس. على حسب الرول اللي هو جايبها لي. فلازم انت تشوف الـ A is a factor of الـ B. يعني ايه factor؟ يعني موجوده في التايم ستيبل. اقول لك على زيها برضو، يجي يقول لك الـ A is divides الـ B. زيها برضو. زيها برضو. بالظبط نفس الحته. عشان نحلها برضو هتجيب الـ A، الـ A موجوده في تايم ستيبل مين؟ يبقى هنجيب مين مع مين؟ الـ 2 زي ما قلت لك مع مين؟ مع الـ 6. وبرضو الـ 2 مع الـ 8. وبرضو ال2 هنا مع مين؟ مع ال10. طيب لسه 3، ال3 موجوده في تايم ستيبل مين؟ ال6 وال15. يبقى 3 مع ال6 وال3 برضو مع مين؟ مع ال15. ناخد ال4 مع مين؟ مع مين مع مين مع مين؟ مفيش. لا مع ال8 اسف. ال4 مع ال8. كتبت الريليشن؟ اه خلاص. طبعا ديت هتكون not function. دي بقوله because elements ال2 وال3 has one more image. عنده اكتر من ايه؟ من image. طيب لما يقول لك هنا الx اهيت وبيقول لك ان الa is additive inverse of الb، ده الريليشن. الرول بتاعت الريليشن الa is additive inverse of الb. additive inverse of الb. اكتب الريليشن يعني عكس الساين على فكره. ناخد ال 6 مع نيجاتيف 6. وعلى فكره ايه؟ نيجاتيف 6 مع 6 برضه. ناخد ال 4 مع نيجاتيف 4. يبقى نيجاتيف 4 برضه مع مين؟ مع ال 4. ناخد ال 2 مع نيجاتيف 2. وبرضه نيجاتيف 2 مع مين؟ مع ال 2. وناخد ال 0 مع ال 0. مستر اتفضل. الزيرو الزيرو يا مستر مالوش اديتيف انفرس، لان هو انت بتقول بوزيتيف ونيجاتيف. لا ما هو في قاعده، في برضه حاجه بتقول لك ان الزيرو بيعتبر اديتيف انفرس لنفسه. الزيرو اديتيف انفرس لنفسه، فعشان كده جبنا الزيرو مع الزيرو. طيب كتبنا، بقول لك هل يا ترى دي فانكشن؟ ال 6 نيجاتيف 6، ال 4 نيجاتيف 4، نيجاتيف 2 نيجاتيف 2. اقول له يس ذا ريليشن is a function. ليه بقى؟ اقول له because each element of x has one more has one image only image. انا عايز الرينج. اقول له الرينج equals الرينج بيكون equals هقول اجيب له second projection اللي هو يعتبر اصلا نفس الاليمنتس. ليه دي بالظبط؟ كتب هنا كده. ندخل بقى في الليسون نمبر 3. بيقول لك هنا از فانكشن اف وير الاكس ايكوالز 2x minus 3x over 4 plus 1 is a polynomial function of what degree. يعني عشان نجيب الديجري او نحدد الديجري كنا بنجيب الجريتست باور. كنا بنجيب الايه؟ الجريتست باور. الهايست باور.
انت عندك هنا الاكس دي باور 1 والاكس دي باور 4، فاحنا بنجيب الايه جريتست باور هتكون هنا 4 ديجري. واللي بعديها بيقول لك الفانكشن ديت از ا بولينوميال فانكشن اوف سبيس ديجري. هنا شوف الاكس باور 3، اكس باور 3 هتكون هنا ايه ثيرد. سؤال هنا بيقول لي ذا فانكشن، فانكشن اكس على فكره دي اكس دي باور 2، يعني مكتوبه كده اكس اكس ماينس 2 اكس باور 2، تمام قوي. يقول لك هنا is a polynomial of the space degree. space degree. وبعد كده وبعدين نعمل ايه؟ اولا خلي بالك ان انت عندك الاكس دي product bracket ده كله على بعضه. انت علشان تحدد ديجري انت اهم حاجه عندك يكون الباور، احنا بنتكلم عن الباور مش دبل اصلا بال2 والكلام ده. يعني اكس باي اكس بتديني اكس باور 2، واكس ملتبلاي الاكس باور 2 هيطلع لك اكس باور 3. مش دبل بال2 والنيجاتيف، اهم حاجه عندي الاكس، اكس باي اكس 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 باور 2، واكس ملتبلاي الاكس باور 2 اكس باور 3. فالجريتر هنا هيكون مين؟ 3، فهيكون هنا الثيرد. شوف اللي بعدها برضو يجي يقول لك ذا فانكشن از ا بولينوميال فانكشن. هتقول لي ديت ما زي اللي فاتت، ما فعلا، بس خلي بالك ان البراكت ده، البراكت ده هو بيتفك اصلا، وانت احنا عارفين طبعا ان هو بيتعمل له ديكومبوز وبيطلع لي هنا 3 تيرم. هنا عندي دي اكس باور 2، دي اكس باور 2 هيكون ايكوالز لايه؟ اكس باور 2، اكس باور 2 هيكون ايكوالز الاكس باور 2، وفي كمان ملتبلاي ليها برضو بره كده اكس باور 2، x باور 2 ملتبلاي x باور 2 هيكون ايكوالز x باور 4، هيكون ايكوالز x باور 4. ماشي، يبقى تاني انا عندي هنا، لما يجي يقول لي مثلا، انا عايز الديجري بتاعت الايه الفانكشنز ديت، هنعمل ايه؟ اكس باور 2 هيكون ايكوالز الاكس باور 2، اكس باور 2 هيكون ايكوالز الاكس باور 2، وهنا في كمان برضو، هنا برضو كمان اكس باور 2، اكس باور 2 تايمز الاكس باور 2 هيكون ايكوالز الاكس باور 4، هيكون هنا ايه؟ 4. تمام؟ كويس. طب شوف اللي بعديها هنا بيقول لك ايه؟ الفانكشن عايز هنا فانكشن 3، قلنا اللي جوه البراكت ده التو براكت دولت حقوق ملكيه بتاعت مين؟ بتاعت الاكس. يعني احنا هنا نعمل سبستيتيوشن عن الاكس هنا ب 3، فانكشن 3 يجي يقول لك فانكشن الدبل قطبي، هتشيل الاكس وتحط مكانها الدبل قطبي، اكس باور 2 هنشيل الاكس ونحط مكانها 3، 3 باور 2 ماينس الاكس اللي ب 3 بلس 3، 9 ماينس 3 بلس 3 هيطلع لك في الاخر بكام؟ بناي. فانكشن اكس ايكوالز ايه؟ اكس بلس 6. فانكشن 2 ايكوالز برضه زي ما قلت لك، بص اللي جوه دي، بتاع ده بتاع الاكس. طب وايه يا مستر الايكوالز دي؟ يعني بعد يا سيدي ما تعمل سبستيتيوشن تساوي الايكويشنز بال2 اللي هي بتاعت الفانكشن دي اصلا، دي يبقى نشيل اكس ونحط مكانها 2. 2 ملتبلاي الاي ب2a بلس 6 ايكوالز ال2 اللي احنا قلنا عنها ديت. وحل الايكويشن يبقى تاني، عشان برضو الناس بتتلخبط والسؤال ده مهم جدا، دي بتاعت الاكس خلاص، وهنساوي الايكويشنز بايه؟ هنساوي الايكويشنز بايه؟ ب 2، هنساوي الايكويشن ب 2. تمام ماشي. يعني اقول له هنا هنشيل اكس ونحط مكانها 2، 2 ملتبلاي الاي 2a بلس 6 واساويها بالاي ب 2، هنودي 6 الناحيه الثانيه، هيبقى عندي 2a ايكوالز 2 ماينس 6، يبقى 2a ايكوالز نيجاتيف 4، نعمل ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا، نكنسل دي مع دي، فالاي ايكوالز الاي نيجاتيف 2. وبس. ماشي. سيب ده هيك دوت على جنب. عشان الناس الايه؟ اللي بتذاكر. مش هتنفع. ماشي. يجي يقول لك انا عايز هاف، جاب لك هنا هاف فانكشن ايه ايكوال 3، فانا عايز الفاليو بتاعت الايه.
زي ما كنا بناخد في الجيومتري. في الجيومتري ليه؟ انا عندي هنا انا عايز اتخلص من 2 دي فبنعمل ملتبلاي 2، وهنا برضو ملتبلاي 2، هنشيل دي مع دي، فيبقى عندك هنا فانكشن A بيكون ايكوالز ل A 6. خلاص بديت عامله زي المسائل اللي فوق، هنشيل الاكس ونحط مكانها ايه؟ A minus 5 ونساويها بالA بال 6. هنودي دي هناك، فالA equals 6 plus 5 يعني الA equals 11. بس 3y belongs to the set of the function. انا عايز الـ value بتاعت الـ y دي زي اللي فاتت بالظبط، بس جايبها لك في هيئة order the pair. دي برضو بتاعت الX ودي بتاعت الـ y او الـ function. دي بتاعت الـ function. دي. يبقى هنشيل x ونحط مكانها 3. 3 plus 2 ونساويها بالفانكشن، الفانكشن اللي هي ديت الـ y. يبقى الـ y equals 3 plus 2 هيكون equals الـ a الـ 5. يبقى ممكن يجيبها لك في اوردر دي بير زي اللي بعدها برضه. اهي اوردر دي بير، اوردر دي بير على طول، دي بتاعت الـ x ودي بتاعت الفانكشن x. هنشيل الـ x ونحط مكانها هنا ايه؟ a. والفانكشن x ونحط مكانها هنا a. نكتب دي بقى يبقى 2a plus 3 هتكون equals الـ a. وبعد كده والله احنا ممكن نودي الـ a دي هنا، ما هنجيب الـ a مع الـ a طبعا، بس في ناس بتتلخبط في الحته دي برضو. هتكون 2a minus الـ a، طب والـ 3 ديت هتوديها هناك بالماينس. 2a minus الـ a بـ a ونيجاتيف 3 زي ما هي. يبقى الـ a هتكون equals الـ a نيجاتيف 3. تاني يا مستر، حاضر حاضر. شوف ايه، نودي الاي دي هناك بالماينس يبقى 2a minus الاي، ونودي 3 دي هناك بالماينس يبقى a equals negative 3. ندخل بقى في الجزء الثاني من الدرس. function x equals 2x power 2 minus 5x plus 2. بقول لك mention هنا the degree of the function. قلنا الديجري ان احنا بنجيب الجريتست باور. هنا عندنا باور 2 وعندي هنا باور 1، فاقول له هنا السكند ديجري. طب هنا بيقول لك اثبت لي ان فانكشن 2 ايكوالز فانكشن هاف، وزي ما قلت لك برضو هنشيل الاكس ونحط مكانها 2. اقول له كده فانكشن 2 يبقى 2 ملتبلاي الاكس باور 2 اللي هي 2 باور 2 ماينس 5 ملتبلاي الاكس اللي هي 2 بلس 2. 2 باور 2 4، 4 ملتبلاي 2 8 ماينس 5 باي 2 10 بلس 2، يطلع لك في الاخر بزيرو. طب نجيب فانكشن هاف. فانكشن هاف هنشيل اكس ونحط مكانها هاف. 2 ملتبلاي الهاف باور 2 ماينس ال 5 ملتبلاي الهاف بلس 2. دولت مع بعض هيطلع لك كوارتر. هاف الكوارتر يعني ديت 1 اوفر 4 هتبقى بهاف تمام، ماينس 5 ملتبلاي 1 هتكون 5 اوفر 2 بلس 2. دولت مع بعض هيطلع لك بنيجاتيف 2 بلس 2 ايكوالز 0. قالوا كده زين فانكشن 2 ايكوالز فانكشن الهاف. function 2 equals the function اللي هاف، لان كل واحده منهم طلعت بايه؟ بزيرو.